انا ما عملت يعني، انا كنت بال يعني كان في ناس كانت بتبعت لي من بره وتسأل على الموضوع، فاليوم وصل ايميل وكان بيقول هل انت مستعد ان انت تساعد حد اسباني يعني بيكلم اسباني من كولومبيا، ولو مستعد ابعت له ايميل. شو طبيعة المساعدة اللي بدك تساعده اياها؟ هو كان عايز يعرف لو عايز اعمل يعني اعمل لي مقابلات يعني، ولو عايز ابعت له حاجة زيادة ممكن ابعتها له يعني كصور ولا حاجة كده. طيب انت شو باعتبار تشتغل، اخبرتنا انك تشتغل بمجال النفط، ليش تكون تبعت له صور وليش انت بالذات؟ يمكن على اساس ان انا موجود في البلد فمعايا كاميرا يعني ممكن ان هو شاف انه ممكن يستغل الفرصة دي يعني. هو طيب شلو كيف الطريقة اللي عرف انه معك كاميرا؟ لا موبايل يعني، هو كاميرا موبايل يعني، فكل حد معه موبايل يعني. طيب انت بتحمل جنسية تانية غير الجنسية المصرية؟ مظبوط. شو هي الجنسية؟ اللي من امريكا. من امريكا. طيب زرت اسرائيل شيء مرة بحياتك؟ هو انا طلعت رحلة قبل كده فعلا من طريق الاردن يعني، ورحت لغاية القدس ورجعت تاني. وشو صار معك خلال هذه الرحلة؟ التقيت بناس؟ تعرفت على حدا؟ يعني أنا كنت رايح على أساس إن أنا أقابل واحد صاحبي في الضفة يعني قرب القدس، بس سبته وكملت على القدس وقعدت في شوية في المنطقة شرق القدس شوية، وبعدين دخلت غرب كده لقيت إن العملية مش يعني مش اللي هي يعني، فرجعت تاني بعد كده. يعني كان السبب الرئيسي ان مش عارف ان يمكن تتبعت على بره يعني، على حسب يعني في يعني كان في مفروض يعني في كلام يمكن مقابل مادي ولا حاجة كده يعني عرض عليك مقابل مادي مقابل ارسال هاي المواد الفلمية، مين اللي عرض عليك هذا المقابل؟ يعني كان عن طريق الكولومبي فيعني بس انا يعني كان معروف يعني الصورة بكذا وال فيديو، بس انا ما كنتش هبعت فيديو، انا كنت هصور، طلعت فيديو في الاخر فما اعرفش. قديش كان يدفعوا لك لقاء هاي الصور وهي المواد الفلميه؟ هو الصوره كانت ب 100 جنيه تقريبا مصري، الفيديو انا ما سالتش عليه يعني، انا كان معايا فيديو يعني بس ما سالتش عليه، فالصور ب 100 تقريبا، الفيديو اكيد اكتر يعني. معناها في معرفة سابقة بينك وبين هذا الشخص الكولومبي، حتى في تواصل بمجال الصور والفيديو بينك وبينه؟ لا هو كان عن طريق يعني حد تاني أعرفه في القاهرة، فهو اللي بعت لي إيميل، بعت له من هناك قال له ما تعرفش حد في سوريا، فالشخص ده بعت لي قال لي لو عايز تراسل مع الشخص ده اتفضل يعني، والإيميل بتاعه موجود. يعني أنا كنت على المعبر وسألوني أنا جاي منين، فقلت لهم الأردن، وقبل كده قالوا لي قبل كده فين، قلت لهم سوريا، فبس قعدوا يسألوني أسئلة كتيرة جدا، قعدت 4 ساعات تقريبا. ففي الآخر يعني لما داخل بالجواز الأمريكاني قالوا لي طب تحب إن احنا نخدم الجواز ولا لأ، قلت لهم يعني أحسن لأ يعني عشان أنا أرجع سوريا.